ينضم إلينا سامر يسوف مهندس زراعي من إدلب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذ سامر. يا صباح الخير لإلك. صباح الخير، الله يسعد صباحكم من إدلب الخضراء. هلا بيك هلا بيك. بدنا تخبرنا عن محصول الرمان هذا العام كيف كان؟ بالنسبة لمحافظة إدلب ومدينة إدلب، تشتهر زراعة الرمان على ريف العاصي بالبلدات اللي محاذية للعاصي، لأن الرمان بيتطلب كميات مياه كبيرة. بالنسبة لموسم الرمان هذا العام، تأثرت شجرة الرمان بارتفاع درجات الحرارة أو موجات الحرارة اللي إجت لفترات طويلة. كون ثمرة الرمان مجرد تعرضت لأشعة الشمس بيتم جفاف القشر الخارجي، وهذا بيأثر على حب الرمان أو قلوب الرمان الداخلي، بيصير فيها جفاف. فتأثرت الثمرة أو جمالية الثمرة تأثرت بأشعة الشمس الحارة لفترة طويلة. موسم الرمان سنويا بإدلب موسم جيد، لأنه فلاحنا بيتعب وبيخسر على شجرة الرمان. طيب كيف كانت الأسعار هاي السنة؟ هل المزارع قدر يبيع بأسعار يعني بتتناسب مع المجهود والمصاريف اللي دفعها لأشجار الرمان؟ وأيضا بالعادة وين بيتم تصريف الفائض من الرمان؟ والله يعني ستي الكريمة، بالنسبة للتصريف بكل المحاصيل وبكل الخضروات كان التصريف ضعيف جدا جدا، وفلاحنا عم يخسر. يعني ما في فلاح اليوم من مزارع الرمان، مزارع الشجري ما بدنا نقول الرمان نحددها، من مزارع الأشجار لمزارع الخضروات لمزارع المحاصيل الحقلي إلا في عنده اليوم خسارة وعجز بميزانه الاقتصادي، ما بين النفقات اللي بينفقها على موسمه وما بين المردود اللي عم يرد له. طب شو الأسباب؟ هلا الأمر ما هو بسوء الإنتاج، الإنتاج ما في مزارع بيخسر على زرعته إلا بيريد تكون أفضل الكل. صح. المزارع بيخسر على زرعته أكثر ما يخسر على بيته وعلى ابنه، يعني إذا ابنه مريض وزرعته مريضة بفضل يعالج زرعته قبل ابنه. لكن المشكلة نحن بمنطقة اليوم منطقة محاصرة، ما في عنا أسواق خارجية، أي سلعة بيحدد سعرها أو بيحسن سعرها الأسواق الخارجية وتصديرها لبرا البلد أو برا المنطقة اللي نحن موجودين فيها. فائض الإنتاج بالنسبة لنا يعني اليوم الاستهلاك قليل، القيمة الشرائية عند مواطننا انخفضت لمستوى مرعب، ما ضل في عنا قدرة شرائية عند مواطننا في الأساسيات أو متطلبات الحياة اليومية، أبدا من الكماليات أو أبدا من أنه الفاكهة. يعني اليوم في المواطن بده يأمن لقمة الخبز وبعدين بيلتفت للأمور الثانية، فما بالك إذا فاكهة أو كذا. طيب هل تحويله لدبس رمان قدر أنه يساعد المزارعين على كسب يمكن مال أكثر أو إبت فهم بالتركي؟ هلا تحويل أي سلعة أو أي مادة، تحويلها من زراعي لصناعي أو من شغلي يعني ما هي قابلة للتخزين لتخزينها، هذا الأمر بيساعده على دخل مادي. بالنسبة للرمان بيتخزن بوحدات الخزن والتبريد، يعني ظهرت من فترة 20 سنة تخزين الرمان بوحدات الخزن والتبريد، بس حتى لو تخزن بوحدات الخزن والتبريد هذا هو سوقنا. من سابق يعني كان يطلع باتجاه العراق، باتجاه العراق باتجاه أوروبا، كان يطلع على بلجيكا على النرويج على النمسا. هذا المقصد، يعني إن كان رمان خام أو حتى دبس رمان سوق التصريف هذا هو يعني داخلي وفي قيود عليه. صحيح يعني بالضبط. يعني اليوم نحن الطريق ما مفتوح غير بيننا وبين تركيا، ومن المتعارف صناعة دبس الرمان أو هالصناعة هاي القديمة أول ما ظهرت بتركيا بشمال العراق بريف الشمال السوري بلبنان، يعني أول بلدان عفوا. صحة. بس يمكن بفروب هاي القصة بتفروب هاي القصة أنه يمكن دبس الرمان غير قابل للفساد بسرعة كبيرة، وبالتالي فينا يعني نحفظه للرمان بهاي الطريقة. لكن الرمان له عمر بعد حتدبل قشرة، وبالتالي أيضا حينتقل لأثمار. صح. ثمرة الرمان حتى لو خزنتها بوحدات الخزن والتبريد إلى فترة زمنية محددة، يعني ممكن خزنها 4 شهور
ثلاث شهور اربع شهور وبعد المنة ما بقى فيها تضل بوحدات الخزن التبريد. والدبس يعني بينتهى موسم. فلجأ مزارعنا وهي بالاساس صناعه دبس الرمان كيف ظهرت او كيف باشر فيها المزارع من سابق. كل شيء حبه رمان تشقق على الشجر، يعني بيصير في عندنا تشقيق بثمره الرمان، هي نتيجه الظروف الجويه او نتيجه تفاوت الري بالضبط. فيتم جني هالثمار هاي او الحبات الناعمه اللي هاي بنقول عنها الطرح الاخر الثاني او اللي تاخرت بالازهار او اللي ملدوعه بالشمس، يعني اللي غير مرغوبه تسويقيا بالسوق اللي ما بيرغبها المتسوق. فكان فلاحنا هذا قديما او كيف نشات صناعه دبس الرمان، فكان قديما ياخذها تم عمليه غسيل ثمار الرمان تجفيفها فرطه باليدوي عمليه فرط يدوي من بعدها يتم عمليه العصر عصيره باداه ثقيله بوفق جرن حجري او وفق اداه بنسميها هي الحلي وتتم تصفيه هالمياه اللي طلعت منها وتنقيتها من الشوائب، وعمليه الطبخ تستمر من 6 الى 7 ساعات من ساعات حتى تصير قوام لزج. وهذا الامر قلت لك لجأوا له لما يهدروا شيء من هالثمار اللي هي يعني بطريقه الدبس الرمان ما في شيء بينكب من الرمان فعليا. تقريبا سالتك بس يمكن ما سمعتني انه كم سنه فيه دبس الرمان يضاين بدون ما يخرب؟ دبس الرمان بضل اربع خمس سنوات. حلو. حتى اذا عمليه الطهي نظاميه وما دخل لها مواد ثانيه وفقط مياه دبس الرمان هي اللي انطبخت، فيك تتركيها اربع خمس سنوات وبتضل بنفس المذاق وبنفس النكهه وبنفس الجوده. حتى كنا عم نحكي عن الرمان استاذ سامر، يعني حتى موضوع بعيدا عن انه نحطه بالبرادات، حتى تيبيس الرمان بيبقى يعني ممكن انه يضاين سنه اكثر من سنه، ما ممكن يتحمل، يعني ممكن القشره الخارجيه تحافظ على اللب يمكن الرمان، ولكن هو ما بيبقى بنفس الرونق او كانه نفس الطعمه. هلا قديما ما كان في موضوع وحدات الخزن والتبريد، ما كان في هالشيء المتطور، فكان فلاحنا يلجأ للتخزين بطريقتين. يعني كان في ناس تخزنوا عبر نفق، تحفر نفق بالارض على عمق مثلا نص متر او متر، تحط قش من بقايا مخلفات الحصاد وتوضع طبقه رمان، ترجع توضع طبقه قش ثاني ويتم ردمه بالتراب حتى يحافظ ما تفقد القشري المياه اللي موجوده فيها وتضل على رونقها. وهذا الامر كان يشتغلوا بعفرين بشمال العراق، كان كثير هذا الامر يشتغلوا حتى يقيموه لفتره مثلا راس السنه باعياد الميلاد يبعثوه على اوروبا يكون له هالثمره، يعني اجت بغير وقتها ثمره مرغوبه ويتم تسويقها، يعني من باب هي هدف الربح. قديما عمليه تخزين الرمان يضم بقلائد، يترك عقب من ثمرة الرمان تعقد بنوع من أنواع الخيطان هو الغزل وتوضع بقلائد، هي للحفاظ على داخلية الرمان. القشر الخارجي بتجف تماما بتصير قشر يابسة، يتركوها لأيام الشتاء بيدخلوا الرمان ببعض الصناعات أو للعصير وشربوا كمادة من أحد العصائر. يعني كنا عم نشوف بالتقرير هي بدها جهد كثير كبير موضوع دبس الرمان، وحتى موضوع غلي ويمكن بياخذ من 6 إلى 7 ساعات، ولكن هل هو مكلف ماديا استاذ سامر؟ الكلفه الماديه بدبس الرمان هي باليد العامله، هذا قديما. اليوم اغلب الصناعات الحديثه او الصناعات الغذائيه او الكنسروه ما نسميها دخلت فيها الآلي. صح. يعني اليوم دخلت الآلي لكن بنرجع للفلاح او بنرجع لمزارع دبس الرمان، غير شغل يده ما بيقبل. وحتى لفيدك معلومه او من الشعر بيت انه الصناعي يختلف تماما عن اليدوي او عن الصنع المنزلي او عن البيتوتي، حتى الطعم بتختلف. يعني عن جد يمكن هلا كثير موجود الموضوع الصناعي، فاحنا عم نلاقي خصوصا بلاد الغربه في فرق شاسع بين دبس الرمان بسوريا وطعمته وسماكته وبين اليوم بتحسه عن جد سكر. اللزوجي له دور، الطعم له دور، اللون له دور. الدبس الرمان اللي مطبوخ على النار بنسميها نحن النار الطبخ غير الغاز او المراجل الحطب،
بيعطي نكهه ومذاق متميز. صحيح. اليوم صحيح. اللي بنشوفه بالمطاعم او بالمحلات العامه كله صناعي، وهذا فرق كبير بالمذاق. يعني ما فينا نقيمه، ما فينا نقيم هل دبس الرمان هذا مع البيتوتي. كل كيلو من دبس الرمان البيتوتي بيعادل من 7 الى 8 كيلو من هذا، او حتى ما في نحط نسبه لانه ما بيعطي الطعم نفسه. صح. بدنا نشكرك على هاي المعلومات القيمه، ونتمنى اكيد بالسنوات القادمه انه يكون في سوق لهي الثمره الغاليه على قلوبنا طبعا، واللي غنيه فيها اراضينا. اذا بتحب بس ما سالتيني عن فوائد دبس الرمان. تفضل. يعني اول والله انا كنت بدي انا بدي افتتح الحديث بفوائد دبس الرمان. تفضل يلا. دبس الرمان هو ماده غذائيه للجسم، بتعطي عده فوائد. اول فائده إلى هي بتخفض الكوليسترول والشحوم بالدم، وهي في علي احكي يعني احد الملوك بحلب او الامراء كان عنده وليمه وعزم فيها طبيب، فطلع على الوليمي انه كلها شحوم ودسم وكذا، فخاف الطبيب قال له انت بدك يعني بهالوليمي هاي ممكن تعرض لي صحتي، قام قال له انه كل ما حب ما طاب لك والعلاج عندي. بعد ما اكل والشحوم والدسم فاتى له بكاس من دبس الرمان، قال له قد ما اكلت شحوم ودسم هذا دبس الرمان هو قادر على إزالة الشحوم من جسمك. فينا نقول محقين لك عن الحلبية لما بيحطوا أول شوام عفوا بيحطوا حب الرمان أو دبس رمان مع الكبة. نحن باقي المحافظات ما مستسيغة حتى أبدا، حتى على السبانخ بيحطوا الرمان. شفتت لها فائدة طبعا عشان الشحوم. يعني أكل شو ما بدي أطمن، أكل شو ما بدي وباكل بعدها دبس رمان بيروح الشحوم وما بسمن شو. تدويب دبس الرمان مع الثلج مع قطع الثلج وشربه قادر على إزالة الشحوم وخفض الكوليسترول، أيضا منقي للبشرة لأنه بيحتوي على فيتامين جي، هذا بيدخل بتركيبة البشرة ومرونة البشرة، بيحمي من الإصابة بالخلايا السرطانية، بيوقي من تساقط الشعر. في عدة فوائد لدبس الرمان لأنه ثمرة الرمان هي ثمرة مباركة من ثمار الجنة. يعني وفي احيانا انواع معينه من الالتهابات يمكن بيقولوا لنا نحط عليها دبس رمان، بس ما بعرف هي لاي درجه بتعمل نوع من انواع الكي، ما بعرف لاي درجه اساسا انه هي صحيه او صحيحه. نعم تماما. حتى اقول لك شغله، صناعه دبس الرمان حتى القشور ما بتنكبها. لا هاي المعلومه، قشور دبس تستخدم للاصبغه، اقوى انواع الاصبغه بتتاخذ من قشور دبس الرمان، بيتم غليها وتنقيتها وتصفيه قشور دبس الرمان وبتصير نوع من انواع الاصبغه تدخل بصناعه الاصبغه. بدنا نشكرك على المعلومات اللي قدمتها، وبتشكرك لانك شاركتنا بصباحنا اليوم. سامري اسوف مهندس زراعي كنت معنا من ادلب الخضراء الغنيه فعلا بكل انواع الفواكه والخضروات وايضا الاشجار اللي فعلا كل يوم عم نقدر نحكي عنها، ولحد الان بحس انه لسه في حلقات لازم تنفتح حول الشيء الموجود بادلب. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لكم. تحياتي. هلا بك. شكرا.